دكتور توصيات الجمع العام الاستثنائي للجمعية العامة للهيئة الوطنية للعدول، فليتفضل مشكورا. شكرا السادة أعضاء المكتب، وشكرا السادة أعضاء الجمعية العامة، السادة والسيدات الحضور. بتاريخ 18 فبراير 2024، أنا أعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية للعدول لقاء استثنائي بمركز الاستقبال والندوات التابع لوزارة التجهيز والماء بحي الرياض بالرباط، حيث تم تشكيل لجنة الإدارة توصيات الجمعية العامة ومن رؤساء اللجان العلمية الجهوية يترأسها الأستاذ عبد الجيد رئيس اللجنة العلمية والقانونية للمكتب التنفيذي بمساعدة الأستاذ أنور الجاحظ والأستاذ يوسف حزيمي. وبعد مداولة بين أعضاء ورشة هذه اللجنة تقرر ما يلي: أولا، التفاف الجمعية العامة وراء المكتب التنفيذي. ثانيا، الجمعية العامة تشجب التراجعات التي عرفها إعداد مشروع 16-22 المتعلق بمهنة العدول وتحميل وزارة العدل مسؤولية الهدر الزمن التشريعي. ثالثا، تطالب الجمعية العامة بتصدير برنامج نضالي إلى حين تحقيق المطالب المشروعة وتنويع هذه الأشكال النضالية بشكل تصاعدي. رابعا، التشتت، بل تؤكد الجمعية العامة تشبتها تؤكد الجمعية العامة أنها لا تقدر إلا الامتثال لتوصيات الميثاق الوطني للإصلاح الشامل والعميق لمبنى العدالة باعتباره أرضية الحوار والتفعيل. خامسا، تتشبث الجمعية العامة بالمحاضر الموقعة مع اللجنة الممثلة من وزارة العدل. سادسا، التشبث بتوصيات الجنود العامة السابقة للهيئة الوطنية، وعاشت الهيئة الوطنية وعاشت مهنة العدول. السلام عليكم، معكم الأستاذة دايلة مساعد عدل الموثقة باستنافية الدار البيضاء. التواجد ديالنا اليوم في هذه الندوة اللي هي من تأطير المؤسسة ديال الهيئة الوطنية جاءت في مسطرة من مساطر ديال النضال. طبيعة الحال هي الهدف ديالها هو أننا ننور الرأي العام ونرفع واحد المجموعة من المغالطات، وكذلك للكشف ديال المرحلة القادمة من النضال. بطبيعة الحال التواجد لأول مرة كتكون العنصر النسوي حاضرة إلى جانب المؤسسة الهيئة الوطنية، وهذه واحد المناسبة اللي تمرين مجموعة من واحد الرسائل واضحة كما هي كاينة مؤشرات واضحة من الوزارة للتراجع عن تعديل قانون ديال خطة العدالة. اليوم نحن من هذه الندوة نمر رسائل ومؤشرات واضحة. بطبيعة الحال نحن كدخلنا لهذا الميناء بتشريف المولوي من صاحب الجلالة ونصره الله، وانا متى نقول تشريف المولوي احنا نعتبره على كتافنا بحل وسام على كتفي، وكاعتبره تكليف، واحاول بكل ما اوتيته من قوة على انني انجح هذه التجربة. يعني النساء هما اليوم يعني يواجهون ويدافعون على واجهتين. طبيعة الحال احنا ما كيفوتنيش على انني نشكر صاحب الجلالة على هذا التشريف، ولكن في نفس الوقت أنا مطالبة بتقديم واحد العطاء في مستوى تطلعات صاحب الجلالة، ولكن هناك قيود تمنعني من العطاء. هناك تسريب ديال النسخة ديال قانون خطة العدالة كله قيود. كيف لي أن أضمن العمل وأضمن العطاء وأضمن حتى إنجاح هذه التجربة؟ لأنني عندما أتواجد هنا أنا أناضل من أجل القانون ومن أجل نساء، مش فقط الموجودين دابا في خطة العدالة، الأفواج القادمة، النساء القادمة اللي أنا تعتبروني وكيعتبروا النساء داخل في المهنة واحد رمز للتشجيع على الالتحاق بهذه المهنة. فكيف سأشتغل في قانون كله قيود؟ طبيعة الحال احنا شرتها ونعود نشرتها من بين الحلول المقترحة، هي
هي التحكيم الملكي. كثير من القيل والقال علاش التحكيم الملكي، نحن مهنه شريفه زاولها الشرفاء، مهنه ديال العدول، واحد المهنه اللي عندها مكانه وتاريخ، لا نحتاج لنعرف انفسنا. فاحنا كتعرفنا البيوت المغربيه، تعرفنا التاريخ المغربي، عندنا علاقه بالاسره الملكيه في مواقف وفي وثائق. الحمد لله احنا من قلنا التحكيم الملكي لان المؤشرات الصريحه اللي جات من وزاره العدل كتقول بان الابواب كلها مغلقه، بان هناك ضغوطات تمنع ان تعطينا واحد الحقوق اللي هي مشروعه. نحن لا نطالب بحقوق غير موجوده، هي حقوق اللي كرسها الدستور، يعني المساواه، عفوا المساواه. الى تحققت لنا المساواه اللي كرسها الدستور سنحقق جميع مطالبنا. هناك مهن اللي بحالنا تتمارس من التوثيق عندها امتيازات ما عنديش انا، هي مراه وانا مراه، بما انني كنقولوا ان خصنا نكرسوا الدستور والميثاق اصلاح منظومه العداله، فانا ما باغاش التمييز، انا ضد. احنا كنتمنوا على انه ترفع علينا الاقصاء والتمييز وتحقق لنا العداله التشريعيه بان ينصرنا الملك، لانه كما كيقول ما بقى عندنا جهد، بقى لنا غير هذا الباب غنطرقوا ان شاء الله. احنا مستمرين في النضال، احنا كنتمنوا على انه تستمر هذه التجربه وتستمر هذه المهنه، تبقى حره شامخه برجالها ونسائها، وعاشت مهنه التوثيق العدلي. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.